مرحبا، باتريسيا المر معكم من شجرال، وحلقتنا اليوم هي عن الكوكيز للأعراس. هيدي الحبة بالتحديد بنقدر نعمل منها اثنين لنحط عليها أول أحرف من اسم العروس والعريس. رسمت ورقة بشكل أوفال وقصيتها، فيكن تجيبوها عن الإنترنت أو فيكن ترسموها عايدكن. هي بس لتحدد لنا شكل البيضاوي على الكوكي. من بعد ما نحددها بنقدر نعلم بسكرايب نيدل مثل ما شايفين، وبعدين مننظف الفتفيت لأنه تما يعلقوا معنا بالرويال آيسنج. برجع بجيب ستانسل، أنا نقيت هيدا ستانسل، فيكن تجيبوا انتو ستانسل كتير كبيرة وتحطوها على كل الكوكي كمان بتهون لكم شغلكم. الرويال آيسنج هي ستيف كونسيستنسي أو الكونسيستنسي القاسي، يعني مش منزد لمي خالص. تقدروا تلاقوا الوصفة موجودة عندي على القناة. من بعد ما نخلص ستانسل نقدر ننظف الطرف ليكون الشكل الكوكي مرتب ونظيف. وهون لأنه أنا ستانسل صغيرة معي فعم برجع بعمل من الميلة التانية. مثل ما شايفين بحدد الطرف بشتغل وبخلي الوجه نظيف. الأفضل ما تروحوا تجوا كتير عليها. وهيها طلعت، رح نظف الطرف كمان. قبل ما ينشف الرويال آيسنج بسكرايب نيدل نرجع منعلم الشكل البيضاوي. رويال آيسنج الكونسيستنسي تبعون 18 أو 20، بتلاقوا حلقة الكونسيستنسي موجودة على قناتي وبتلاقوها بالدسكريبشن بوكس. منعبي الفريق، وبهيدي المرحلة بدنا نترك الشكل البيضاوي ينشف كليا من بعد ما نظبط له طرف وبسكرايب نيدل. هلأ لازم حط الحرف عليه من بعد ما نشف. بجيب هيدي القطعة اللي عليها أحرف وجبت لون بيرل، حطيت شوية لون على الحرف وطبعته مثل ما شايفين. الهدف منه بس اني اعمل لون صغير كتير بسيط كرمال اقدر اعمل رويال آيسنج. هلأ هيدي المرحلة اذا كان عندكن البروجيكتور، في ناس بيبقى عندهم بروجيكتور بيهون الحياة كتير بالشغل بالرويال آيسنج، بس بما انه نحنا معنا البروجيكتور فاستعملت هيدي الطريقة اني اطبع الحرف بلون كتير خفيف وعلم فوقه بالرويال آيسنج. الكونسيستنسي اللي بنعمل فيها الحرف هي 20، بنظبط له اطراف وبنعطي الشكل اللي بدنا اياه، وبعدين بنعمل داير الشكل البيضاوي. هيدي المرحلة هي ان ندخل لون على الكوكي ونرسم عليها عنقيد زهور. تنعمل عنقيد زهور منبلش باللون الأخضر. هون الرسم حر، فيكن ترسموا انتو مثل ما بدكن. بننطلق بزاوية وبنطلع لنص الكوكي. أكيد من بعد ما خلصناه منظبطهم بسكرايب نيدل ليكون عنا العنق مالس. بنكمل العرق الأخضر الغامق بورق عراسه، منظبطهم عطول بسكرايب نيدل. هون الكونسيستنسي لازم تكون تشبه اللبنة أو معجون أسنان. تأرسم الورقة أنا عم هز إيدي وأضغط، أعطي ضغط بالرويال آيسنج مثل ما شايفين. بعطي ضغط كرمال لتعمل حجم، تعطي حجم لفوق هيك منفوخ، مشان هيك بهزها وبضغط شوي زيادة. خلصت أول عنق بعكسه تمام، ببرم الكوكي وبشتغل تاني عنق نفس الطريقة. هيدا الأخضر الغامق عم بشتغل فيه الورق عراسه بنفس الطريقة. وبسكرايب نيدل بقدر أعملهم راسهم شوي هيك مروص. بنفس اتجاه العنق الأخضر الغامق عم بشتغل فوقه عنق أخضر فاتح مثل ما شايفين، عم بعملهم زياح جالسين، وبراس الزياح رح أعمل مثل طبيط صغار. الكونسيستنسي تبعه لازم تكون 20.
كمان بالقسم الثاني بنلحق الاتجاه هو ذاته، بس هون عم بعطيكم اياها بطريقه ثانيه بنقدر نعمل الدويرات اللي عنا اياهم ونوصلهم ببعض. بالرويال آيسنج الأبيض وبالتب رقم واحد كمان ببقى عم بشتغل نقط بيض صغار، هودي بيعطوها كتير هيك جمال للكوكي. وهون الرسم حر، يعني انتو اللي بتلاقوه مناسب تعملوه، يعني فيكن تخففوا الكمية، فيكن تكتروا الكمية، فيكن تشتغلوا بالطريقة يلي بدكن ياها لأنه رسم حر. بنفس الطريقة عم بشتغل بالتيب رقم واحد باللون البوادو روز أو الزهر فيكن تعملوه، بس هالمرة عم كتر شوي أكتر النقط حد بعض، يعني بالأبيض كنت عم بعمل 4-5 نقط حد بعض ماكسيموم 6، هوني عم بعمل أكتر. وهلا رح بلش شغل الوردات الكبار اللي على الزوايا. الرويال آيسينج الكونسيستنسي يلي منا منزاد لمي دغري من الروسيت مثل ما هي، منحط التيب رقم 104 ومنبلش نشتغل. التيب 104 بيبقى واسع من تحت ضيق من فوق، اكيد الضيق من ميلة تحت والواسع من ميلة فوق. هيدي الوردة بدها شوية تمرين وبدها شوية صبر. مثل ما شايفين بنمدها على الكوكي أول وحدة، بنعمل تاني وحدة تقريبا من نصها ومننزل، نطلع بنرجع بننزل ومنختم. أهم شي تنتبهوا كيف عم بختم، وبرجع بختمهم من قدام، يعني عم بعمل شكل الوردة إنها تنختم من قدام. بدها شوية تمرين معكم، بس كيف ما عملتوها بتطلع حلوة. حتى لو عملتوا غلط فيكن ترجعوا تزبطوه بالفرشاية، وبهالبساطة فينا نظبط الغلط. فينا نشتغل بالفرشاية مثل ما هي أو نحط لها كورن فلاور. وهيك حبة الكوكي بتكون خلصت معنا، إن شاء الله تكون عجبتكم. شكرا لحضوركم.